بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد شرح المحاضرة الأولى لمادة رياضة التمويل والاستثمار. هناخد فيها موضوع اسمه الفايدة البسيطة. يعني إيه فايدة بسيطة؟ الفايدة البسيطة في الأول هي فايدة مدتها أقل من سنتين. استثمار مدته أقل من سنتين. طب معناه إيه؟ أي شخص بيروح البنك يعمل إيداع بمبلغ، أنا مثلا رحت البنك عملت إيداع بمبلغ 100,000 جنيه. ال 100,000 جنيه لما أعمل بيهم إيداع باخد عليهم فايدة. الفايدة دي بتبقى مثلا 8%، 10%، 12% على حسب البنك. بحطها لمدة معينة، شهور، سنة، سنة ونص. طيب دي الفايدة. أنا هحسبها إزاي؟ أو الفايدة دي بتتحسب إزاي؟ الفايدة دي بتتحسب من خلال قانون اسمه ف يساوي ألف في عين في نون. ألف في عين في نون، حيث بقى إيه؟ ألف هي الفايدة بالجنيه، تمام؟ أو الفايدة كقيمة مالية. ألف المبلغ اللي أنا هستثمره. عين معدل الفايدة. نون المدة اللي أنا هحط فيها الفلوس في البنك، تمام؟ طيب لو أنا في نهاية المدة عايز أحسب جملة المبلغ، يعني إيه؟ زي ما بقول كده بالبلدي، أنا رحت بسأل الراجل اللي قاعد في الشباك في البنك، بقول له أنا لو حطيت المبلغ ده في البنك هاخد فايدة كام؟ فبيقول لي يا فندم مثلا 10.5%. طيب 10.5% لو حطيته لمدة قد إيه؟ وليكن مثلا شوف المدة اللي حضرتك عايزها، فقلت له هحطه مثلا 10 شهور. قال لي تمام. قلت له عايز أعرف المبلغ بقى النهائي اللي أنا هاخده كام؟ جملة المبلغ، يعني المبلغ المستثمر اللي أنا حطيته زائد الفايدة يطلع كام؟ فأنا عشان أحسب جملة المبلغ بحسبه بقانون صغير، أو بحسبه، أو أنا عندي للجملة قانونين، قانون مباشر وقانون غير مباشر، تمام؟ بمعنى إيه؟ عندي قانون بقول فيه جيم، جيم هنا جملة المبلغ تساوي ألف زائد ف المبلغ الأساسي زائد الفائدة. أو أجيب جيم بشكل مباشر وأقول جيم تساوي ألف أفتح قوس واحد زائد عين في نون. ألف واحد زائد عين في نون رأس المبلغ المستثمر في واحد زائد معدل الفايدة في عدد أو المدة اللي أنا هحط فيها الفلوس. طيب المحاضرة دي إحنا هنقسمها على ثلاث مراحل، تمام؟ أول مرحلة هناخد فيها إيجاد الفايدة بشكل مباشر. هو بيديني مثلا مثال وبيقول لي احسب الفائدة والجملة على مبلغ 1,000 جنيه، تمام؟ تم ايداعه بمعدل فايدة 12%. خد بالك بيقول لي ايه؟ بيقول لي احسب الفائدة والجملة لمبلغ 1,000 جنيه بفائدة او بمعدل فايدة 12%، تمام؟ تم ايداعه لمدة، تم ايداعه لمدة سنة ونص، 4 شهور، و150 يوم. عايزك تحسب لي المبلغ ده لو انا حطيته في البنك بفايدة 12%، لو اتحط لسنة ونص يعمل كام فايدة؟
لو اتحط 4 شهور يعمل كام فايدة، لو اتحط 150 يوم يعمل كام فايدة. طيب المفروض ان انا المدة بيجيلي ايام يا شهور يا سنوات، طيب احسبها ازاي؟ بص معايا، نون اللي هي المدة، لو جات لي ايام بقسم على نون على 360، لو نون جات لي ايام بشوف عدد الايام كام واقسم على 360. طيب لو نون جات لي شهور بعمل ايه؟ بقسم نون على 12 عدد شهور السنة. لو قال لي مثلا حطيتها لمدة 6 شهور يبقى اقول له 6 على 12، تمام. طيب لو جات لي سنوات، لو جات لي سنوات بكتبها زي ما هي، مثلا قال لي سنة ونص بكتبها سنة ونص، تمام. يبقى انا لو جات لي ايام هقسم على 360، لو جات لي شهور هقسم على 12، ولو جات لي سنوات هكتبها زي ما هي. طيب تعال نحل المسألة كده، هو عايز الفايدة لو حط المبلغ لمدة سنة ونص، فهقول له في تساوي، تعال نعوض في القانون، احنا قلنا القانون ألف في عين في نون. ألف المبلغ المستثمر أهو، هاجي هنا أقول له أدي ألف، دي معدل الفايدة أدي عين، والمدة بتاعتي الأولانية أدي نون. أجي أعوض في القانون، هقول ألف في معدل الفايدة قلنا 12%، أو أنا هكتبها بشكل تاني أحسن، هي المفروض تتكتب 12 على 100، هي بتساوي 12 من 100 في سنة ونص، يعني 1.5. 1000 في 12 من 100 في 1.5 هتديني كام؟ 1100، لا هتديني آسف 180 جنيه، هتديني 180 جنيه، دي فايدة المبلغ. طيب جملته اللي هي ج تساوي ايه؟ اصل المبلغ زائد الفايدة اللي هي 180، ده هيديني كام؟ 1180 جنيه. طيب ادي اول واحدة. لو انا جيت بقى هعمله على 4 شهور، هقول له في تساوي 1000 في معدل الفايدة زي ما هو 12 على 100 في 4 شهور، طالما اداني المدة بالشهور يبقى هقول له 4 على كام؟ على 12. طيب 1000 في 12 من 100 في 4 على 12، لو انا جيت حسبتها على الآلة الحاسبة، تمام، قلت 4 على 12 في 12 من 100 في 1000، تمام، هقول 4 على 12 هتديني 33 من 100 في 12 من 100 في 1000 هتديني 40 جنيه، تمام، هتديني 40 جنيه، يبقى الفايدة بتاعتي كام؟ 40 جنيه. أجي أعمل الجملة أقول له تساوي 1000 زائد 40 تساوي 140، تساوي 1040 جنيه، تمام. طيب نيجي نعمل التالتة، التالتة اللي هي كام؟ 150 يوم، هقول له 1000 في 12 على 100 في 150 على 360 يوم. طيب لما اجي اعمل ده 1000 في 12 من 100 في 150 على 360 هتديني كام؟ هتديني 50 جنيه.
تمام. حتى ايه لو احنا جينا اتاكدنا بعد كده من الاله وقلنا 150 على 360 دي هتديني 41% في 12% في 1000 هتديني 50 جنيه. طيب الجملة بتاعتي هنا هتبقى كام؟ الجملة هتساوي 1000 + 50 تساوي 1050 جنيه. تمام؟ أنا جبت كده المسألة إيه؟ حليتها بمنتهى البساطة. طالما عرفت قوانين وطالما عرفت إزاي أجيب الأيام، إزاي أحسب الأيام صح، ودي نقطة مهمة، لأن أنا لو حسبت الأيام مجرد ما عوضت في القانون صح، خلاص المسألة اتحلت. طيب آدي المسألة الأولى. تمام؟ طيب نيجي لمسألة تانية بقى محدد لي فيها الأيام. تمام؟ نيجي لمسألة تانية محدد لي فيها الأيام. طيب في المسألة اللي هو محدد لي فيها الأيام بقى بيقول لي إيه؟ بص معايا. بيقول لي احسب الفائدة والجملة لمبلغ 4000 جنيه، لمبلغ 4000 جنيه بمعدل فايدة 13.25% لمدة من 13 يناير وحتى 15 يوليو 2022. خد بالك بقى معايا في النقطة دي كويس. أنا هنا بقى بيقول لي يوم تساوي من كام؟ من 15 يناير إلى كام؟ إلى آسف، من 12 يناير ل 15 يونيو، من 12 يناير وحتى 15 يونيو، 15 يونيو اللي هو شهر 6. تمام؟ أنا مطلوب مني إن أنا أحسب الأيام. احسب الايام. طيب الايام هنا هحسبها ازاي؟ ركز معايا في النقطه اللي انا هقولها لك دي عشان دي هتريحك كتير جدا وانت بتحسب الايام. بص معايا، اول 6 شهور في السنه، اول 6 شهور في السنه من شهر يناير لشهر يونيو، من 1 يناير ل 31 يونيو. الشهور دي بتبقى شهر 31 وشهر 30، طبعا في ما عدا فبراير احنا عارفين الكلام ده. اول 6 شهور بتمشي كده، يناير 31، فبراير 28 او 29، مارس 31، ابريل 30، مايو 31، تمام، يونيو 30. تمام؟ تاني 6 شهور في السنة، أول شهرين اللي هو 7 و8 دول 31 يوم. تمام؟ تاني 6 شهور في السنة اللي هو ابتداء من شهر 7، شهر 7 وشهر 8 31 يوم. بقية الشهور اللي هو 9 و10 و11 و12 بتمشي 30 31. تمام؟ 30 31، عشان تبقى انت عارف دي كويس قوي. حلو؟ طيب نيجي بقى ايه للحسبة بتاعتنا. من 12/1 يعني هو ابتدى الاستثمار يوم 12/1. طب شهر يناير كام يوم؟ شهر يناير 31 يوم. فانا اجي اقول له ايه؟ نون تساوي يناير، يناير 31 ناقص 31 اللي هو عدد شهور السنة كلها، ناقص هو ابتدى امتى؟ ابتدى يوم 12. ابتدى يوم ايه؟ ابتدى يوم 12. يبقى انا كده هو استثمر لمدة كام يوم؟ 19 يوم. ابتدى يوم 12 لحد يوم 31. طيب فبراير، فبراير ده هحسبه ازاي؟ ركز معايا بقى في النقطة بتاعت فبراير دي. فبراير او السنة عامة بتيجي
يا اما بسيطه يا اما كبيسه. تمام، يا اما بسيطه يا اما كبيسه. لو بسيطه بتبقى 365 يوم، لو كبيسه بتبقى 366 يوم. طب اعرفها ازاي؟ السنه الكبيسه بتيجي كل 4 سنين. السنه الكبيسه بتيجي كل 4 سنين. طيب لما اجي اعملها بقى اعمل ايه؟ هو قال لي ان الكلام ده كان في 2022. فانا هاجي اقول له ايه؟ طيب يا سيدي ادي 2022 هقسمها على 4. تمام؟ هقسمها على 4. لو الرقم طلع رقم صحيح، تمام؟ رقم صحيح يعني مثلا يديلك ايه؟ يديلك 505 506، مفيش رقم عشري. لو ادالك رقم صحيح تبقى السنة دي كبيسة. طيب لو ادالك رقم غير صحيح اللي هو رقم فيه حاجة عشرية يبقى السنة دي ايه؟ بسيطة. تمام؟ طيب لو ادالك حاجة ما فيهاش أرقام عشرية يبقى السنة دي ايه؟ بسيطة. طيب تعال نحسب. لو أنا جيت قلت 2022 على 4 هتدي لك 505.5. 505.5. تمام؟ طيب 505.5 ده معناه ايه؟ طالما اديتني نص يبقى هنا في رقم عشري. تمام؟ طالما اديتني نص يبقى فيه رقم عشري، وطالما اديتني رقم عشري يبقى السنه كام؟ 365 يوم، يعني فبراير 28 يوم. تمام؟ يعني فبراير 28 يوم. حلو؟ طيب كده يبقى انا عرفت ان انا هحسب فبراير كام؟ على سنه 365، ففبراير هيبقى معايا 28 يوم. طيب هقول اهو فبراير 28 يوم. طيب بعد كده عندي ايه؟ مارس. مارس كام يوم؟ قلنا 31. بعد كده عندي ابريل. ابريل كام؟ 30 يوم. بعد كده عندي مايو 31 يوم. هو قال لي ان هو وقف الاستثمار في 15/6، يبقى انا هاجي في شهر 6 اللي هو يونيو واكتب 15. مش هطرح؟ لا. ليه؟ لان هو واقف في نص الشهر، فانا هحسب المده اللي استثمرها من الشهر. طيب لو انا جيت اجمع بقى الايام دي هقول 19 زائد 28 زائد 31. تمام؟ 19 زائد 28 زائد 31 زائد 30 زائد 31 زائد 15 هيديني 154 يوم. 154 يوم. تمام؟ طيب يبقى انا نوع عندي هنا بكام؟ 154 يوم. تمام؟ طيب خلاص انا كده عرفت نون وعرفت ازاي احسبها. هروح جاي بقى خلاص امسح الكلام ده. تمام؟ واقول له نون تساوي 154 يوم. تمام؟ نون تساوي 154 يوم. طيب تعالى بقى ايه نطبق على القانون بتاعنا. ف تساوي احنا قلنا الف عين في نون، ادي الف وادي عين وادي نون. هقول له 4000 في 13 25% على 100 في 154 على 365. تمام؟ طيب
طيب هو ثانية واحدة بس، هو أنت في المسألة اللي قبل كده مش كنت قاسم على 360؟ تعال نقف بقى في الحتة دي كده وركز معايا. السنة هنا هتختلف ازاي؟ بص يا سيدي، انا عندي نوعين من الفايدة، ايه هما؟ عندي فايدة اسمها فائدة تجارية، بديها الرمز ف وتهتة منها صغيرة كده، وعندي حاجة اسمها فائدة صحيحة. تمام، الفائدة الصحيحة بديها رمز ف وتحت منها صاد. تمام، دول الفائدتين بتوعي. الفائدة التجارية بقسم على 360، تمام؟ الفايدة التجارية بقسم على 360، تمام؟ طيب الفايدة الصحيحة بقسم على اهو نون على 365 او 366. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفايدة التجارية اللي هو العمل التجاري بتاع البنوك عدد ايامه في السنة 360 يوم. لو انا خدت على الفايدة الصحيحة، تمام، يبقى انا بحسب على 365 او 366. طب انا المفروض هشتغل على انهي فيهم؟ هشتغل على الاثنين. لما يطلب الفايدة هنا هجيب له فايدة تجارية وصحيحة، لو جابها لي كده. يعني ايه لو جابها لي كده؟ لو جابها لي مدد ايام كده، اعرف ان انا لازم هجيب فايدة صحيحة. تمام؟ طيب تعالى بقى ايه نلغي ده. يعني كده عرفنا الفايدة التجارية هقسم على كام والفايدة الصحيحة هقسم على كام، ونلغي ده كمان. حلو، انا كده هجيب ايه؟ فايدتين. طيب الفايدة الاولى اسمها ايه؟ ف ت، هو نفس القانون، مش هغير حاجة. الف في عين في نون، اللي هيتغير النون هنا هتتقسم على كام. فلو قلت فايدة تجارية يبقى انا هقسم النون على 360. طيب تعال نعوض. الف 4000 في معدل الفايدة 13.25% على 100، في انا هعمل فايدة تجارية قلنا ايه نون بكام؟ 154 على 360. انا كده هجيب ايه؟ الفايدة التجارية. طيب الرقم ده هيديني كام في النهاية؟ هيديني 226.31%. طيب وجملته كام؟ جملته هتبقى 4000 زائد 226 علامة 31، هتديني 4226.31%. دي الفايدة التجارية، وادي الجملة بتاعتها. طيب لو هروح اجيب فايدة صحيحة، في ت لا احصاد تساوي الف في عين في نون. الف في عين في نون اجي اقول تساوي 4000 في 13.25% على 100 في 154 على كام؟ 365. 365. طيب ده هيديني كام في النهاية؟ المفروض لما اجي اقسم بقى الكلام ده يديني كام في النهاية؟
هيديني 223 و1 و13 من 100. يبقى الفايدة الصحيحة هتبقى 223 و13 من 100. الجملة بتاعتها بكام؟ 4000 زائد 223 و13 تساوي 4223 و13 من 100. تعالوا نلاحظ حاجة كده. دي جملة الفايدة التجارية ودي جملة الفايدة الصحيحة. بلاش، تعالى هنا، ادي الفايدة التجارية وادي الفايدة الصحيحة، ايهما اكبر؟ الفايدة التجارية. يبقى نحط دي قاعدة اساسية كده، الفايدة التجارية دايما اكبر من الفايدة الصحيحة، تمام؟ الفايدة التجارية اكبر من الفايدة الصحيحة. طيب ادي قاعدة اساسية عرفناها، ان الفايدة التجارية اكبر من الصحيحة، حلو. وعرفنا ان انا هنا لما يديني ده بالايام، تمام، هيطلب مني ايه؟ فايدة تجارية او فايدة صحيحة، حلو. طيب تعالوا ناخد مثال تاني ونحل فيه بقى بعد خلاص ما احنا ايه عرفنا كل القواعد بتاعتنا دي. تعالوا ناخد ايه مثال تاني نأكد بيه برضو الايه المعلومة بتاعتنا، تمام. المثال بيقول لي ايه؟ احسب الفائدة والجملة لمبلغ 6000 جنيه. المبلغ هنا كام؟ 6000 جنيه. معدل الفايدة بتاعه 11.25%، تمام؟ سنويا في المدة من 15 يناير حتى 17 مايو. نون تساوي من 15 يناير إلى 17 مايو، مايو شهر 5. أول حاجة هعملها إيه؟ هجيب الأيام. طيب السنة هنا كام؟ السنة هنا سنة 2022. سنة 2022 احنا خدناها في المثال السابق، لو احنا قسمنا ده على 4 هتدينا 505 وكسر، يبقى دي سنة بسيطة، يناير 28. طيب تعالى نجيب الأيام. هو قال لي ابتدى امتى؟ 15 يناير. يبقى انا هقول له يناير 31 ناقص 15 يساوي 16 يوم، تمام. فبراير 28 يوم، مارس 31، ابريل 30، مايو هو واقف في مايو، واقف يوم كام؟ يوقف يوم 17، يبقى اقول له 17، تمام. طيب لو جيت اجمع الايام دي يطلعوا كام؟ 16 28 31 30 17 يطلعوا 122 يوم، يطلعوا 122 يوم. يبقى انا كده هعرف ان نون كام؟ 122. طيب شيل دول، خلاص حسبنا ايه الايام بتاعتنا؟ 122 يوم. طيب تعالوا بقى ايه نجيب الفايدة التجارية والصحيحة. هبتدي بالفايدة التجارية. ف ت تساوي ألف في عين في نون. ألف بكام؟ أصل المبلغ 6000 اللي أنا هستثمره، في معدل الفايدة 11.25 على 100، في 122 أنا بجيب فايدة تجارية، يبقى على كام؟ على 360، تمام؟ طيب لما اجي اعمل الحسبه دي تطلع معايا كام؟ 228 15 من 100، تمام؟ 228 و 15 من 100، تمام؟
او مثلا ايه. طبعا التقريب هنا ممكن يكون مختلف. خلينا ايه لو احنا جينا عملناها على الآلة دي هتطلع معانا مش 15 هتطلع معانا 75. تمام. طيب دي الفايدة التجارية. اروح اجيب الجملة. الجملة هنا هقول جيم تساوي المبلغ الاساسي 6000 في 228 75%، فهتبقى معايا 6228 75. دي الفايدة التجارية. طيب الفايدة البسيطة في صد، هقول 6000 في 11.25% على 100 في 122 على كام المرة دي؟ 365. تمام. دي تطلع معايا كام لو احنا جينا حطيناها على الآلة؟ هتطلع معانا 225.16. تمام. تطلع معانا 225.16. تمام. طيب اروح اجيب الجملة بتاعتي هنا هقول اهو جيم تساوي اصل المبلغ 6000 زائد الفايدة 225.16، فيبقى عندي الاجمالي 6225.16. برضو هنا هشوف ان الفايدة التجارية اكبر من الفايدة الصحيحة. تمام كده. طيب لو احنا جينا بقى بعد ما عرفنا الكلام ده نخش على الجزء التاني من ايه؟ من المحاضرة الاولى.